دكتورة حس اسمحك نطلع من الأسئلة كده. أنا عندي البابا، البابا الفاتيكان، بابا فرانسيس بابا الفاتيكان قال إن سمت حدود لحرية التعبير، ولا سيما عندما تهين أو تسخر من دين شخص ما. وتحدث فرانسيس اليوم البابا عن هجمات باريس على متن الطائرة البابوية وفي طريقه إلى الفلبين، ده كان بيتكلم دافع عن حرية التعبير ليس بصفتها حق أساسي من حقوق الإنسان فحسب، إنما أيضا كواجب للتعبير عن الأفكار من أجل الصالح العام. ولكنه أضاف أن ثمت حدودا، وعلى سبيل المثال أشار إلى البرتو غاسباري اللي هو بيقوم ده مساعد بتاعه اللي بيقوم بتنظيم الرحلات البابوية، فكان واقف جنبه حيث كان واقفا للوراء وقال: إذا قال صديق الصالح الدكتور غاسباري كلمة بذيئة بحق والدتي فيمكنه أن يتوقع لكمة، انه امر طبيعي، لا يمكنك الاستفزاز، لا يمكنك اهانه اديان الاخرين. ايوه، لا يمكنك السخريه من اديان الاخرين. ليه بقى مش داخل في حقوق الانسان؟ ايوه، انا ما ده اللي انا عايز اقوله، اصل معمنين يفلسفوها وبسرعه بيجروا، كل واحد دلوقتي بيركب الطياره يجري عشان يقف في باريس. كلها يعني منظمات مغرضه لاشياء اخرى. يعني انت فاهم اللي انا يعني البابا هو بيتكلم. طب بلاش، انت بتهين الاديان، هل من حقي انا اهين رئيس فرنسا؟ طب استني اسمعي انت بقى، يعمل فينا ايه؟ لا استنين، خدي دي، لان هم اصلا دولت ناس كدابين، واللي بيقول لك اصل دول حريه الفكر والحريه البتاع. لا 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 استني، انا حوريلك. استني، وزيره العدل الفرنسيه بتقول يمكن رسم كل شيء حتى الانبياء. اعلنت وزيره العدل توبيرا ان في فرنسا يمكن ان ترسم كل شيء حتى الانبياء، مشيره ان الحق في السخريه من كل الاديان وذلك غبيه النشر مش عارف ايه. اكدت الوزيره خلال مراسل تشييع احد الرسامين الذين قتلوا في الاعتداء الدامي على الصحيفه الساخره قبل اسبوع: يمكننا ان نرسم كل شيء حتى الانبياء لاننا في فرنسا لدينا الحق بالسخريه من كل الاديان. تمام، هم ادوا نفسهم الحق. في نفس الوقت اتهم احد الاعضاء المؤسسين للصحيفه شارلي ابدو الساخره ويدعي هنري روسيل رئيس تحريرها ستيفان، قال له انك انت يعني اللي قتل ده، قال له انت السبب في كل اللي حصل ده. تعالي بقى، هما بيتكلموا على ان شارلي ابدو دي الصحيفه التي يمكن ان تنتقد كل حد وتعمل. تعالي شوفي بقى الفضيحه اللي عاملاها. صحيفه شارلي ابدو اتبعت على مدى سنوات عديده سياسه الاساءه التي تنال من المقدسات الاسلاميه والمسيحيه، وتصر على الاستهزاء والاستخفاف بكل ما هو مقدس دينيا، بل وتخطط ذلك ليشمل انتقادها الساخر السياسيين من التيار اليسار واليمين رغم انها محسوبه على اليسار. وتدعي الصحيفه انها تسخر من كل الاديان والسياسات الخاطئه ولن يوقف قلمها احد، لكن الواقع التي حدثت 2008 تؤكد عدم مصداقيه الصحيفة وتوضح ان لديها خطوط حمراء لتخطاها. كدابين طبعا، ما يقدروش يسخروا من الديانة اليهودية. لا استنيني، لا استف، ده حاجة تانية خايبة. في 2008 طردت الصحيفة الرسام سيني بسبب رسم كاريكاتيري وعمود صحفي تحدث فيه عن نية جان ساركوزي ابن ساركوزي نجل الرئيس السابق نيكولا ساركوزي انذاك اعتناق اليهودية الارتباط بخطيبته. هم الولد قرر خطب واحده يهوديه فقرر ان هو يعتنق اليهوديه عشان يقدر يتجوزها، فهو عمل رسم كاريكاتيري بيسخر من الحكايه ديت ورفضوه. واعتبر فريق التحرير وقتها ان هذا التصرف يعتبر معاديا للساميه، غير ان محكمه باريس قضت بان تدفع الصحيفه للرسام سيني 90,000 يورو تعويضا على الاضرار التي لحقت به بعد تسريح من العمل. ايه رايك في الفضيحه دي؟ عموم الانسان. لا يعني هم عشان الناس دي كدابه. باينه والله باينه. الناس كدابه. شارلز ابدو دي اللي عمل شارلي ابدو دي والعمل الجريمه دي كلها ملوش دخل بالاسلاميين خالص. الاسلاميين موجودين والارهاب موجودين، ما بقولكش لا، بس تلاقيها يهود. يعني ما دام مشي فيها نتنياهو لا يبقى هم اللي عاملينها، هم يقتلوا القتيل ومش مجانا. انت ما شفتش الاخ هولندا وقاعد في العزاء ولابس الطاقيه بتاعتهم حركة على دماغه؟ يس. ده كان عايز والله العظيم ثلاثه. يلا بس احنا بس هم ناس شاطرين واحنا ناس خايبين حقيقه. الاستاذ محمد اشر بيقول لي قرروا سؤال الدكتور لميس على المقوله التي تقول ان كتابه التاريخ لا تكون في وقت حدوث الحدث وانما يكتب التاريخ بعد فتره طويله من الزمن، مع ان وقت حدوث الحدث تكون اطراف الحدث موجودين وممكن اخذ الحدث من مصادرهم. قرروا سؤال الدكتوره. صح، هقول لحضرتك. ده الاستاذ محمد شركسي. الاطراف الحدث موجودين، بيبقوا مش كل اللي موجودين شايفين الحدث برؤيه كامله، وليس كل من في الحدث على درايه ببواطن امور الحدث. يعني لو انا مسكت حرب اكتوبر، بعد حرب اكتوبر بشويه لازم امسك كل قياده كتبت لي ساعتها على طول بعد الحرب مباشره مذكراتهم وهي طازة
وقت حدوثها، وبعدين ألم ده كله وابتدي أحلله وأطلع منه الخلاصة النهائية. مع الأخذ في الاعتبار لسه كنت بقول لحضرتك طريقة كتابة طه حسين في الفتنة الكبرى، لما يجي يقول لك في المعركة الفلانية فلان قال فلان قتل فلان، بس أنا لا أخذ برأيه، لأن فلان كان جوه المعركة وبلغوا الخبر، وممكن يكون بلغوا الخبر بس هو ما شافش غير جزء معين، هو ما شافش المعركة كلها. فأنت ممكن تبقى جوه الحدث ما انتش شايفه. فالفكرة إن زي الرسام اللي بيروح جاي على اللوحة ومدي تاتشين كده ويبعد بعيد عشان يشوفها على بعضها. لازم كمان في حاجة، إن القرارات أو الأحداث اللي بتحصل النهاردة مردودها ما بيبقاش النهاردة، مردودها بيبقى بعد شوية. يعني أنا هقولك على حاجة بسيطة، أنا أرى دلوقتي، أنا ساعات ما كنت بتعلم في كلية الطب بـ 4.5 جنيه، كنت سعيدة جدا بمجانية التعليم. النهاردة أنا شايفة إن اللي بوظ التعليم الجامعي مجانية التعليم الجامعي. نعم. كان في قبل ثورة يوليا 52 مجانية التعليم الابتدائي المتفوق. لا، مجانية التعليم الابتدائي دي اللي عملها عملها في وزارة 42 في عز الحرب العالمية الثانية. في وزارة 50 لما كان بقى طه حسين وزير المعارف عمل مجانية الثانوي. ادي الفترتين التعليميتين دول مجاني بقى، كان كراسات واقلام واساتيك ومصادر ومنقله وبرجل ولبس رياضه وبياكلوا ودوائد حبر وبياكلوا مجانيه يعني. لما جيت انا زيت وقلت طب مجانيه الجامعه، حصل في الجامعه ده كان فيه مجانيه للمتفوقين رياضيا وفنيا، اللي يكسب مسابقه جري ياخد مجانيه، اللي يخش فرقه مزيكا ياخد مجانيه في التعليم الجامعي، كان فيها مجانيه تعليم الجامعي بس للمتفوق. وكانت هتعمل نوع من الانتقاء اللي قادر ذهنيا على انه التعليم الجامعي، التعليم الجامعي كان هيبقى عندي يعني الصف الاول المفروض زي كل العالم، كل زي كل، انما اللي حصل ان فتحنا الالاف عندهم شهادات وبيطلعوا من جامعه بعد سنه ما بيفتكرش ولا كلمه. اذا هذا القرار كان وقته كان جميل قوي 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 قوي، تعال شوف مردوده بعد 40 سنه هتلاقيه سيء جدا جدا. عشان كده الاحداث لا يمكن ان تقيم في وقتها ولا بعدها فتره، بالاضافه ان في وثائق بنستند اليها، الوثائق هي في التاريخ الوثائق هي المسند. طيب شاهر احمد بيقول تحياتي للضيفه كريمه، واكرر نفس الملحوظه باهانه علم مصر، عمل منه يقول لك عمل دلوقتي بيعملوا من علم مصر لاي شيشه، معرفش بتاعت مش عارف شماعه مش عارف ايه في ملابس، دواسات فساتين مش علم مصر، يعني ما ينفعش ممكن فساتين بس ما ينفعش دواسات. يعني حاجات يعني بيقول هو في امريكا بلاد العم سام تروح تلاقي مجات عليها علم، تشتري علبه مناديل زي دي هتلاقيها عليها علم امريكا، هتشتري بتوع الشاي بتحط عليهم كوبايه شاي تلاقي عليهم علم امريكا، انما ما جيش على نعل شبشب. ما جي... انا ما احطش حاجه علم امريكا على حاجه بتترمي، بتستخدم وتترمي على الثوابت، على الثوابت هي كده هي كده بالظبط. طيب. وائل حنفي بيقول لي استاذنا فقر له تسليط الضوء على كيفيه استعاده شبابنا الى حب الوطن، لان لدينا مشكله في بعض شبابنا، كيف نوريهم الى حب الوطن وحجم المؤامرات على مصر؟ نريد حلولا عمليه من سيادتكم الدكتور لبيس، وكيف يساهم اي فرد في المجتمع في هذه المهمه، وكيف تتخذ الدوله خطوات هامه في هذا الصدد؟ مصر في حاله لكل ابنائها في المهمه القادمه، وبتوفيق لسيادتكم ان شاء الله. والله يا استاذ ابراهيم انا شايف حل واحد لكل ده، الشغل، العمل. البني ادم لما يحس انه عضو منتج في المجتمع دماغه هتتظبط. عارفه يا دكتوره ده هياخد وقت بس عارفه يا دكتوره، على ما تتعمل مشروعات اللي هتعمل فرص عمل. انا طلبت من السيادة اللي هو اركان حرب كامل وزيري، الوزيري اللي هو المشرف على رئيس اركان حرب قوات الهيئه الهندسيه والمشرف على شؤون السويس، قلت له ده من شهرين كده، قلت له يا فندم احنا عايزين نعمل معسكر عمل للشباب عشان يحفر في قناه السويس. فكانت الفتره ساعتها صحيح ما لهمش شغل، لان كان كل ده شغل اوناش وكركات وكده. دلوقتي مرحله التدبيش هتبتدي، تدبيش الحرف بتاع القناه هندبش، فالتدبيش ده محتاج ناس تشتغل. احنا الجيل اللي اشتغلنا معسكرات العمل بتاع وادي النطرون، احنا اللي عملنا اول حاجه في وادي النطرون. انا اخواتي كانوا في تعمير اعاده تعمير بورسعيد بعد 56. احنا بقى اشتغلنا وادي النطرون، زراعه وادي النطرون. اول ارض زرعت هناك احنا اللي رحنا زرعناها. يا دكتوره الايد اللي تبني عمرها ما تهد. طبعا ما هي دي. ف
فانا النهارده محتاجين نعمل طب ما ياخد كل كليه اسبوع ما يا دكتور احنا عايزين نعمل معسكر وانا قلت للمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب ومهتم جدا بالفكره واعتقد المعسكر ده هيتعمل انما انا محتاج يا دكتوره مشروع على مستوى الوطن قد يكون انا النهارده انا مع حضرتك اهو احنا وصلنا بالترعه اللي كانت المفروض رايحه عشان الساحل الشمالي اللي عشان نرجع سله غلال العالم وصلنا بيها لغايه قرب الضبعه كده ووقفت فاللي صرفناه كله ضاع ولا ترعه المفروض كانت ماشيه والكلام ده كله وابتدت تتسد وابتدت تتعمل ما ده مشروع مثلا لان احنا كل بكره كله واللي بعد بكره كله هيبقى في الحته دي قريت على المشروع ده بقى مش ميه حلوه زراعه قمح في الساحل الشمالي بميه المالحه دكتور بمعالجتها بص يا دكتور لا بص يا دكتور وسهل جدا طب ما نستني عشان انا راجل فلاح وانت اصلك انت ايه واضح عليك بنت البندر ما انتش عارفه لا والله ده انا مش صعيد ما انت مش صعيد بس يعني استني شويه ما صعيد ما نزلتش الغيط استني شويه بس نزلت القصب يعني مش من لوس انجلوس يا اختي عماله تقول انا مش صعيد نزلت القصب ما نزلتش القمح القمح زرعه شتويه وبتريه 5 مرات واخد بال حضرتك فالساحل الشمالي النوات اللي فيه تقدر تغطيه ل5 مرات ري انما ربما دايما لما سالت الخبراء وكان الدكتور نادر نور الدين منهم ربما الري الاخرانيه بتاع شهر مايو اللي القمح يبتدي يبدها فيها ما يبقاش في مطر انما عندنا الابار الساحل الشمالي يا دكتوره هو ده احنا الجيش درب المنطقه الغربيه اللي هم في مرسى مطروح الجيش اللي في مرسى مطروح دي المنطقه الغربيه اسمها زرعوا 100,000 فدان وعود القمح كان اطول مني طب امال ايه يا دكتور يا دكتوره ما انت في الفتره اللي عملوا دي كان في كانت في ما كانتش الدنيا سالكه كانت موضوع الزراعه هي 4 سنين البلد واقفه وقبل ال4 سنين لا انا بتكلم ما كانتش الدنيا سالكه في ده في حكايه زرع لا ده موضوع جديد لا ما انت فاهمه كويس قوي الامريكان تعمل ايه وما تعملش ايه احنا ليه مش عملنا مشروع الصلاحيه اللي عمله عثمان احمد عثمان وده احد اهم المشروعات الزراعيه اللي عملوها جبنا البطاطسيه قد كده مشروع الصلاحيه شفت زرعوا الارض عامله ازاي وزرعوا قمح صدقي بالله ان قلعوا الكلام ده كله انا عايز افتح بس انا مش عايز اضيع وقتنا مش احنا مره كنت لقيت كان وزير الزراعي قال كتبت عليها مقال دي قال مصر لا ارضها لا تصلح لزراعه القمح والله انا فاكراها لغايه النهارده كتبت مقال وكان من يعني ليه عشان صحراء ولا ايه ما اعرفش الحقيقه قلت له يا نهار اسود ومنيل مصر اللي كانت بتاكل الامبراطوريه الرومانيه قمح تيجي النهارده تكتشف ان انا اجيب القمح بتاعي من امريكا وما زرعوش في مصر معلش اصل هو انت عارفه طلع ان السبوبه مش امريكا بس لا دي سبوبه طبعا ده سبوبه كبيره طبعا احنا فاضل لنا شويه دقايق قليلين وعندي 10 اسئله مراتي كاتباهم ليكي وبسلم عليكي بالمناسبه الله يسلمها فانت بقى اختاري منهم سؤالين كده وجاوب عليهم تقولين لمن خفت عوم ما انا قلت لك ده اقول اللي عارفين عواجيز الفرح مش جنرات المقاهي اللي جايين في وسط ما الناس بتقول يا هادي والناس بتبتدي تتفائل ويكسر لك ويقوم لك يجيب لنا طب احنا دلوقتي ما اتكلمناش استني قبل ما نبدا نسال الراجل وائل لما قال لي يا حنفي لما الموضوع ازاي نستعيد الشباب ازاي نعمل ايه للشباب الشغل. انا قلت الشغل انا قلت معسكرات عمل انما معسكرات عمل دي لو كل جامعه او معهد راحوا اسبوع بعد كده لما يمشي هو على قناة السويس ويحس ان هو اشتغل اسبوع في دي ده يبقى احساس جميل جدا انت عارفه ان من ضمن الحاجات كمان انا عايز اعمل ايه ابتدي اخد من طلبه المدارس الصغيرين اوري له القوات المسلحه يوم تدريب ده ياما قلت الحكايه دي الاطفال اللي في ابتدائي اخد دول انا ابتدي اعمل وبعدين شبابنا التاني ده اصله بالراحه انا عازره على فكره انا عازرهم لانه في مرحله ملخبطه جدا واتلعب في الدماغ جامد جدا وحاجات كتيره وحاجات كتيره جدا وللاسف الاعلام ما قامش بالدور جدا يعني لا هو قايم بدور تاني جدا جدا يعني فالمسائل انما انا عايز اقول من ضمن الحاجات اللي تلمنا كلها دايما لما يبقى في حدث عام يشدنا يا دكتوره يعني ايام السد العالي مش كلنا كنا بنشتغل في السد العالي انا لسه اقول لحضرتك انا فاكره وسعيده جدا ان انا مشيت في النفق قبل ما يتملي ميه ما هو فتخيل اللي اشتغل في قناة السويس شل أسبوع انا دلوقتي كمان انا عايز اقول اصل مش قناة السويس في مشروعات تانية اخرى هتترتب على قناة السويس كتير جدا انا ممكن النهارده من ضمن هذه المشروعات ابتدي اخد شبابي انا كنت امنيت حياتي كنت عشان نزرع سينا قلت الكلام ده من 20 سنه ومحدش عبرني ومن 15 سنه محدش عبرني المهم انا اقدر اعمل معسكر عمل دائم
يعني على مدار الساعة واليوم والأسبوع والسنة، والأفواج تروح وتيجي، ويجي عليه المحافظات بتروح عليه. أقدر أعمل لكل محافظة محافظة. مش كانت معسكرات صيفية على أيام الجامعة يا دكتورة؟ المعسكر بيبقى ثابت وكل كلية بتروح 10 أيام. أنا بروح 10 أيام يا دكتورة. إحنا عندنا حاجات كتيرة جدا نستطيع إن إحنا نعملها. أنا النهاردة في حاجات كتيرة شباب نقدر يعملها وأحطه في المسؤولية. هي المشكلة إن إخواننا اللي مش فاهمين، فاهمين الشباب، الشباب ده شبابنا ده اللي هو مش عاجبه اي حاجه، ده لو كان موجود من 44 سنه و 45 سنه في حرب اكتوبر ربما كان يكون احسن مننا. طبعا هو ما خدش فرصه في اي حاجه، ما خدش فرصه في اي حاجه. انا في مشروع وطني، اي مشروع، في مشروعات كتيره نقدر نعملها شبابنا يشتغل فيها. في شباب بيحب بلده، شباب عامل حاجات كويسه والله. حتى النهارده اللي زعلان واللي مختلف هو مش عارف. سيبك من اللي سافر، اللي هم 15 20 اللي سافر اوكرانيا وراح، وقبل اسيبك منهم دول. ده راجل مدام ده شاف الدولار ولعب في السكه دي انتهى، دي قله ضاله قدها يعني. فانا عايز اقول في افكار كتيره جدا شغال، وانا والله انا هتابع مع المهندس خالد عبد العزيز ونشوف اكيد. انما فكره المعسكرات ان احنا نشتغل ونبني هنبقى حاجه كويسه. هو في سؤال هنا حلو على فكره، ده من عند هاديه ده. هل الجهل هو الدافع للارهاب ام نقص الوعي الديني او فهم صحيح الدين ولا مبالاه باصلاح الفكر المغلوط؟ لا الحقيقه الارهاب اتضح انه صناعه. صناعه طبعا، ده بيزنس كبير قوي 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 قوي. هي انا زمان كتبت مقال قلت لهم الحرب العالميه الثالثه، الحرب العالميه النظاميه جيش قدام جيش خلصت. نووي ده اتضح ان هو حاجه استراتيجيه كده بخوفك بيها من بعيد، ولا يمكن حد يستعملها وما ينفعش. انما اللي ينفع اللي هو صناعه الارهاب، ده بيزنس. بس الفكره بقى انا ازاي اعمل له بيئه صالحه للتصنيع، هو ده اللي انا لازم اخد بالي. التعليم الكويس التعليم الكويس قوي 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 قوي، وصحيح الدين كويس قوي في المدارس، المدرسه طبعا يبتدي كله في المدرسه، كله من اولى ابتدائي الحقيقه. يعني ال- 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 انا مره حفيدي بيقول لي يعني ايه يوم القيامه؟ هو في السن ده لازم افهمه ان ربنا بيحبه قوي، ما خوفوش. قلت له يوم القيامه ده اليوم اللي كلنا هنقف نشوف فيه ربنا. اللي مات هيقوم من الموت ويبقى حلو بقى، ومش عيان ومش رجله مكسوره ومش كبده تعبان، يبقى جميل كده. واللي عايش ما ماتش ربنا هيرفعه. قال لي يرفع ازاي؟ قلت له ربنا يقدر يرفعه، وكلنا نقف قدام ربنا. في ناس طبعا ربنا هيبقى زعلان منهم عشان عملوا حاجات مش كويسه، بس هيسامحها، بس كلنا هنبقى مع بعض. راح لمامته قال لها ايه؟ انا هقول لك على خبر كويس قوي، انت يوم القيامه هتشوفي باباكي. شوف فكر ازاي. في يوم القيامه انا رحت مخلصاه من كل الرعب اللي هيحصل ده، لان لازم يبقى كبير انف بشكل كافي انه يستوعب ما هو يوم القيامه. لازم ابسط ده للطفل، ما اقولوش يعني. ميجي يقول لي ده المشرفه في العربيه بتقول اللي هيسرق يروح النار، قلت له لا لا لا، مش حاجه اسمها كده. اللي هيسرق ربنا يزعل منه، اللي هيكذب ربنا يزعل منه. انا محدش يروح النار ولا يتحرق ولا الكلام، مش دلوقتي خالص، استنى شويه. ما طلعش العيل انا بالترهيب يطلع قابل ان هو ما دام مارست معاه عنف هيمارسه. فهي الفكره الحقيقه كله في الالف ب، بتبتدي في اول خطوه في المدرسه. يبقى ده اللي دور مره. والله انا مره قابلت الدكتور علي جمعه، قلت له ما نرجع الكتاتيب بتاعه زمان، الجوامع اللي بتقعد بتتقفل دي من صلاه الظهر لصلاه العصر، ومن صلاه العصر للمغرب، من العصر للمغرب اعملها كتاب اقعد العيال واشغلهم كتاتيب زي زمان، اللي هم كانوا زمان ايام نجيب محفوظ يقول لك انا دخلت الروضه قبل ما اخش اولى ابتدائي. الروضه دي ايه؟ الكتاب بيحفظوا قران وبيعلموا واحد اتنين ثلاثه والف به، يجوا مدخل اولى ابتدائي حتى نطق اللغة العربية، حتى الألف بها هيتعلمها كويس من راجل أزهري. يا ريت كل ده يرجع، ومش ساعة صعب على فكرة، هي المسألة بس عايزة وقت. وكان في حد كلمني على فكرة قبل ما أجي وقال لي على حاجة. قال لي مش أنا الأوان بقى إن إحنا السنة دي 25 يناير نحتفل بعيد الشرطة، خاصة بعد الشهداء اللي بيقعوا كل يوم آخرهم يا عيني أيمن دسوقي ده. أنا بتهيألي كفاية بقى. يعني لابد السنة دي فعلاً يتم الاحتفال بعيد الشرطة، وده أقل شيء نقدمه
للشرطه ورجالها والاطفال الصغيره اللي عنده شهرين واللي عنده ثلاثه اللي تيتمت ديت يحسوا بابهاتهم وبقيمه ابهاتهم والاحتفال يكرم فيه الـ 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 الشهداء زي السنه اللي فاتت انا كنت حاضره الاحتفال ده واتكرم فيه ابن الشهيد محمد مبروك يوم ما كان الرئيس عدلي منصور والراجل بكى بكى وكلنا بكينا يعني الحقيقه من الطفل الصغير من 25 يناير اللي فات 25 يناير ده في اطفال كتير قوي 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 احنا داخلين في الالف واحد شهداء احنا كنا عايزين نجيب الارقام الصحيحه ويطلع كتاب هم عاملين الشرطه الحقيقه كانوا عملوا كتاب انا صور كله انا لغايه لا 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 في بس هو انا في رايي يعني اذا الكتاب ده وهقول اللي هو هاني على فكره على هاني عبد اللطيف المتحدث الرسمي لا يعني انا متطوعا ده عايز يتعمل له الجزء اللي هو الاعلامي لان ما ينفعش واحد دفع حياته وفي الاخر بسجله في كتاب حاطط له صوره واسمه لا لا ما ينفعش ده ما ينفعش لازم يبقى كل واحد نعمل له القصه بتاعته ايه الحكايه مات ازاي والحدوته بتاعته ازاي يا دكتوره ده انت لما تشوفي يعني في شهداء الشباب دولت انا رحت في 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 ساعه ذكرى رابعه ديت رحت كان اول ثلاثه شهداء رحت بيت اقابل ام واب واحد من الثلاثه دولت اللي هم ثلاثه ده من اللي ضربوا بالرصاص من فوق الامارات فالطلقه خرمت الخوذه واستشهد يا عيني هو الاب كان لواء جيش اصلا وطلع اولاده اثنين ضباط شرطه عنده واحد ثاني وامن مركزي برضه ربنا يبارك له فيه يعني وربنا يرحم اللي توفى ازاي الام انا قعدت معاهم ساعه انا كنت يعني بقدم خطوه وبشيل يعني شايل قد ايه انا كنت متاثر جدا قد ايه الام العظيمه والاب العظيم دولت قد ايه هم اللي خلوني حسيت وبعدين جم زملاته في الكتيبه بتوع الامن المركزي جم وقعدوا واتكلموا والكلام ده كله ما يعني انا ما لازم الناس اللي بتتكلم اللي بيجي يقول لك عيد الشرطه وكلام شويه مش شويه ولايه عيال صغيره اللي هم ما لهمش اللي هم قابضين من بره بالعربي كده هيوقفوا بقى كفايه بقى قرف بقى يعني انا 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 تخيلت والله للحظه ان انا ابني ضابط مفرقعات تخيل احساسي انا لما ابني ينزل الشغل ومراته واولاده وما يرجعش وابوه وانا ابني رايح يا هيكلموني بقى يقول ابنك اتقطع وادي مراته وادي عياله ده ايه ده ده ايه العذاب اللي فيه الناس ده فيا دكتوره هو الفكره كلها لازم نبقى في 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 حاجه لازم الناس دي تقدر لا ده تقدير انا بقول لك الحكايات انا 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 لما رجعت على فكره انا في الحوار ده والبتاع يعني انا رجعت شوف الواحد شاف قد ايه في حياته وشوف وحاربت وعملت وكلام ده كله قد ايه رجعت حاسس ان مصر هتبقى بخير من الام والاب دول ومن الضباط اللي هم دول اللي هم اقسموا واحنا قاعدين بيتكلموا ان هم ما هاممهم ولا فارق معاهم ما حدش هيموت ناقص عمر والله انا مع حضرتك طبعا مع حضرتك في هذا الكلام بس مع حضرتك ان احنا سيره هؤلاء الشهداء واحد احنا بقى دلوقتي كده قبل ما ما تتعمل يعني لازم برامج اللي ملهاش اي لازمه في التلفزيون دي كل يوم طلع لك 20 واحد يا راجل احيانا دكتوره طبعا كالعاده الوقت خلص وحضرتك عماله قدامي متاخره طبعا ومش عارف والله يوم ربع ساعه لا ده اكتر من ربع ساعه لا والله دكتور. وربع في شاب هنا كانت برضه هاديه كانت كاتباهولي محمد بدران اللي هو كان الرئيس كان رئيس اتحاد الطلبه اظن محمد بدران انا شفته في التلفزيون مره حاجه محترمه جدا 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 من الشباب الكويسين انا عايز اقول يعني ده نموذج لا ده هي كان انا قلت لها فكريني بس محمد يعني فانا عايز اقول احنا عندنا شباب حتى من زي الفل وفي شباب بيحاوح وبيعمل مشاريع بنفسه وبيروح بيجي انا قابلت مره شاب درس في امريكا علاقه مش عارف اسمه كان عارف اسمه محمد قابلته في اجتماع كده علاقه البنية التحتية بالامن القومي ايدك المايك عشان ده عهده انا بقول لك انت عماله تشد فيه وهتقصر الو شغل ماشي علاقة الأمن القومي بالبنية التحتية يعني أما أجي أقول الكوبري ده مواصفات بناؤه متوفر فيها الأمن القومي ولا لا أو النفق ده أو الطريق ده أو غيره 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 الشاب ده ما يجيش 28 سنة للأسف كالعادة يعني كان بيدرس معاه في أمريكا واحد أمريكي واحد يهودي الامريكي اشتغل في بلده بسرعه التخصص ده بالتحديد اليهودي راح اشتغل على طول ويقال ان كل اللي درسوه نفذ في اسرائيل وهو جه هنا ما حدش سال فيه في الاخر راح اشتغل في انجلترا
في شباب زي الفل وش في شباب مستعد يخدم بلده، بس ادور انا مش الصوت العالي، مش الصوت العالي قال لي قاعد يجعر ويقول لك انا 3 سنين في الشارع. مره بقول واحد انا 3 سنين، قلت له مين اللي كان بيصرف عليك 3 سنين في الشارع؟ عمر ما 3 سنين في الشارع دي تبقى شويه. هي قوه الاحتداد، قوه الاحتداد تسقط نظام، وده مطلوب. انما ما تبنيش طبعا. يعني خلاص اسقط، روح. خلاص اسقط نظام. لو انت عندك قدره انك تبني تعال ابني، مش قادر خلاص كتر خيرك. معلش في شباب كتير قوي. طيب دكتوره، هنقعد نقرقر تاني امتى؟ نقرقر زي ما انت عايز. لا انت اللي قولي عشان بس تلتزم قدام الساده المشاهدين. يبقى الخميس، خليها الخميس اللي جاي. بشكر حضرتك جدا يا دكتوره. والله لاجي لكم الساعه 6، شوف بقى هاجي اتغدى هنا بجد. طب خلاص، يلا كلام. خلاص بشكر حضرتك جدا يا دكتوره. الله يخليك. وبشكر حضراتكم انكم استحملتونا يعني. وتصبحوا على خير.